صحتها. كيف قاعد ترجع شويه فرماجه ترجع مالك خويا نفيخه ونقيطه قطفها وليا في المدرسه شي دراري الكاسه ترجع شويه ساعه ترجع سوق فيك ولا ساعه كنت تلقى صحابي تكون قاعد خويا وتركت الارض خويا نفيخه انا لا صاحبي واش مريض اش هذاك قداش نفخت لك صاحبي كونطو لا انت اللي كتحلى معاهم سير سير انا فيك واش صاحبي نحكي على ابراج سير صاحبي ما بغيتش نحكي على بزاف سير انت راك واه هو المعنى الحقيقي للفرماجه ديال بصح